ضروريه لذلك من الاخوه كي تشكاو من هذه القاعه ديال متعدده الوسائط. على ان نرجعوا لسميتو، ومن خلال هذا الاجتماع بعد ما خدينا الاراء ديال الاخوه تم الاتفاق على انه تشكي واحد اللجنه داخليه اللي كان فيها واحد المجموعه ديال الاخوان هم يمثلون بطبيعه الحال التربويين والاداريين الى اخره، بالاضافه الى التقني ديال المجلس البلدي. وكان اقترح كذلك بهذه المناسبه بطبيعه الحال النيابه الممثله في الشخص السيد المدير المؤسس حتى هو عضو في هذه اللجنه، وواحد يمثل السلطات الاقليميه اللي هو محليا اللي غناخذوه من البشوي باش هذا المشروع يفوت في واحد المستوى ديال الشفافيه ديال الترونسبارونس، واحد المستوى ديال يعني تبادل الاراء والافكار باش يكون فيه الجوده ولا سميتو يعطي النتيجه ديالو. هذا هو الاتفاق اللي حصل وتشكلت هذه اللجنه. ربما الاسماء عند كاينش اللجنه. اذا الان لا كونفونسيون الى بغات يعني واجده، جبناها اليوم من اجل التوقيع باش ندوها للسيد النائب السيد العمل باش بحكم انه هو رئيس اللجنه الاقليميه باش كذلك يتم التوقيع ديالها وتم رصد الاعتمادات للجمعيه. وبطبيعه الحال حنا كان يعني اميرين بالصرف في الجمعيه غادي نقولوا لا هذاك اللي كيدير ذاك الخاتم الاخير اللي قالوا لنا اللي قالت لنا اللجنه هو اللي غنديروه، هما اللي غادي يصاروا على فتح الغرفه، هما اللي غادي يديروا حتى التتبع بحكم انهم عندهم تقنيه ديال المجلس البلدي باش كيف ما قلت سيدي النائب ان هذا المشروع هذا حتى الا ما كفاوناش هاد الاعتمادات وكانت فيه واحد النوع ديال الشفافيه وديال المشاركه ديال الجميع وديال يعني اخذ بالاراء ديال الجميع، اننا ممكن نطلبوا السيد العام الاقليم باش نتزاد اضافات اخرى من اجل يعني تحسين الفضاء ديال المؤسسه 100%. هذا جانب. الجانب الثاني ربما انه الاخوان يحتاجوا ضروري واحد يعني الموافقه كتابيه كذلك ديال السيد النائب المقر باش المشروع يقبل التاريخ ديالو في الاسابيع المقبله القليله. إن هذا هو بعض التوضيحات اللي كنا يعني ننتظروا باش نديروا. بالنسبه لديك اللجنه المصغره اللي قلتوا، انا اقترح بما ان فيها بناء ديال السور هذه اقترح عليكم باش يضاف واحد التقني ديال النيابه ديالنا اللجنه ديالكم باش لحقاش كاين عندنا مواصفات معايير هذا، وبالتالي فخص النيابه كتحمل المسؤوليه لحقاش الدفع ديالها وقع شي حاجه داك السور شي حاجه فكنتحمل. اذا اقترح باش ان شاء الله واحد رئيس المصلحه غادي يعين تقني، راه عندنا جوج، واحد التقني اللي غادي يبقى يدير معكم لو سويس. بالنسبه للترخيص ما كان حتى شي مشكل، غادي يجي السي ناصر شي واحد من الاخوان التقنيين يجي لعين المكان يشوف معكم باش سيرتو داك الترخيص. واظن ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا والعكس نشكركم على هذا الشيء. غير اضافه، اسمح لي السي حامد، اضافه في ذاك اللقاء اللي تم مع السيد الوزير دار واحد التشخيص للواقع ديال الفضاءات المؤسسه التعليميه في المغرب، لقى واحد الفضاء اللي ما كنعتنيوش به وهما دوك المرافق الصحيه. اذا ارجوكم باش الا كانت المرافق الصحيه ديال العلال الفاسد من بين النقاط اللي اثارها السيد الوزير، وهو على المستوى الوطني 100% ديال المؤسسات الثانويه فيها انسان بالتيميتي على الاقل وحده مغلقه. اذا ارجوكم فما نحاولوش نحاول ديك القاعده التكنولوجيا هذه، لحقاش ماده تكنولوجيا ماده اساسيه وكتجي في المرتبه قبل الرساله الملتيميديا، ما كرهناش يكون عندنا بجوج. انا من دابا كنقول لكم اودي ربما ما غاديش نعطي لكم موافقه. لا السيد الرئيس سعيد ما نطولوش عليك، قالنا واحد المطلب اخير هو ذاك الباك ديال ذوك الاعلاميات، راه حنا ما استفدناش فيه ذاك لو شاريو لو شاريو.